صباح الخير، صباح الخيرات، جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب. اليوم بدي ساوي مامونية على الطريق الحلبية. عندي هون كاسة سميد، وهون عندي كاستين مي وكاسة سكر. هون أول شي بدنا نساوي مي، وهلأ بدي أحط السكر كاسة هيك، شوفوا. وهلأ بدنا نحط على الغاز، وبس بدي أحط عودة قرفة وشوية ليمون، وما بدي أحركها. وهلأ هون بدي أحط سمنة، بدي أحط سمنة وبس كاسة سميد وبس. يلا خليكم معي. هيني هلأ حطيت سمنة، يدوب السمنة. وهلأ بدنا نحط سميد وبدنا نحركها ما بين يشقر شوي، وبعدين بدنا نحط. هون سويت قطر وبدي احط فوقها بعدين. متابعيني شوفوا هلا شقرت شوي وبدي طفيها. ها متابعيني، وهلا بدي احط فوقها قطر. ها شوفوا بدي اتركها 10 دقائق. ها وبدي اغطيها. عشر دقائق بعدين نرجع لكم. متابعيني هلا بدنا نشيل الغطا وبدنا نشوف المامونية اذا فتحت السميد ولا لا. شوفوا ما شاء الله القوام. يلا على صحن التقديم. هيني شوفوا السمنة، شوفوا. هلا بدي احط صحن ثاني. وبدي احط شوية قرفة. وبدي احط شوية قشطة كمان. بدنا نزينها هيك بشوية فستق حلبي. متابعيني الجبنة مشلل معها. وهيك خلصت فيديو تبعنا. لا تنسوني باللايك واشتراك، وباي باي.